السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا بكل خير. وصل اليوم للمملكة العربية السعودية في جدة قبل لكزس الX600 اف سبورت موديل 2022 الجديد كليا بصفين مراتب لدى شركة الصفح للتجارة. طبعا مباع الجيب انباع ب 709 ألف ريال سعودي. خلفية زي ما تلاحظون، عندهم عروض لجيب لكزس الاكس 570 موديل 2021، وهذا موديل 2022 الجديد كليا، داخلية باللون الأحمر مع اللون الأسود، تخشيب باللون الفضي، شكل جميل. بس لا تنسوا اخواني الكرام الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم. انتظرونا في فيديو قادم. بطاقة صرفية السيارة، اللتر يمشيك 10.2 كيلومتر، التقييم سيء، وشكرا.